يا جدعان مظلمين الدنيا ليه؟ مش كفايه ضلمه لوحديها؟ ما تصلي على النبي يا عم انت وهو. طب ايه يا حامد هتسامحني؟ لو سامحتك قصادهم بس. انما من جوايا اكدب عليك. من ناحيتك ضلمه. تسرقني انا؟ اخوك؟ عشره عمرك بتسرقه؟ بتسرق الراجل الله يرحمه. ثم بتسرق ليه؟ بتسرق ليه؟ ما خلاص يا يحيى بقى كفايه تقطيم. ما انا حكيت لك على كل حاجه يا عم، الاحتياج وحش. ما خلاص بقى يا عم يحيى قلبك ابيض بقى. انت بتتكلم ليه اساسا؟ بتتكلم ليه يا عم مسقماتي عاطف انت؟ عاطفي؟ اه عاطفي. بصوا بقى يا جدعان، احنا لو كل واحد ما صافيش من جواه وطلع اللي جواه مش هنعرف نشتغل مع بعض، فيبقى نفكها وكل واحد يشوف حاله. احسن برضه. طب يا جدعان انا ماشي ومحدش هيشوف في وشي تاني ومحدش يسال عليا. يا عم وانا جاي معاك. يلا يا عم استنى منك لو اقع وانت كما كنت. وانا كمان. اه يا عم الهاتف. بص لي يفلي بقى كده ان انت مش هتسرق تاني. اوعد توعدني انا خطيبتك احلف لي. خلاص يا يحيى بقى كفايه مزعله يا عم والله العظيم هسرق تاني. واللي انت هتبقى راجل وتنزل تشتغل مع رمضان كبده وهترجع كل جنيه سرقته. اه انا عرفت انا لازم مع رمضان انبسطت ان انا هكسب قرش بالحلال. تبقى صاحبي واخويا وكفايه وتجيب حضن. فكوها بقى. عيط والله. الله على النبي. هتفي. روميو الإعدادية بنين والثانوية بنين. حبيبي احلف لي بقى كده إن أنت مش هتسقم على بنات الناس تاني. احلف. يا عم مش هسقم على بنات الناس تاني. احلف. يا عم خلاص بهزر معاك، والله يا عم هعملها تاني. طب وأنا مفيش حاجة جاية لي في الطريق ولا إيه؟ احلف لي بحاجة واحدة بس. نعمل غنوة واحدة حلوة. عايزين نسمع منك أغنية كده يعني. أقول لك إيه بس يعني؟ أحلف لك إن إحنا نعمل أغنية إحنا الأربعة ونكسر مصر إن شاء الله. أبص حبيبي. بعتلي رساله انزل قابلني حالا. قلت في مصيبه. وهو في مصيبه اكبر من اللي احنا فيها ديت؟ بقول لك ايه يا كريم، احنا لازم نلاقي حل للتحكم بحيره في حياتنا بالطريقه ديت. حد ازاي يعني نهرب ونمشي ونتجوز ونحطهم قدام الامر الواقع؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا مريم؟ اتجننتي؟ انت شايف اللي انا بقوله ده جنان؟ طب اسمع بقى الجنان اللي على قصوره. انا حضرت شنطه هدومي وانت في ثانيه تطلع بيتك وتحضر شنطه هدومك وهنمشي النهارده. لا طبعا مش موافق. تبقى ما بتحبنيش. لا انا بقول لا عشان بحبك. تقدري تقولي هنستفيد ايه لما نخسر اهالينا انا وانتي عشان حركه عائلي زي دي؟ مريم اللي مرضاهوش على ايه مرضاهوش عليكي. لا جدع يا كيمو، ممكن تقولي حضرتك واقف مع اختي وشنطتي تعمل ايه في نص الليل؟ ما انت ما تتلجلكش بس كده. انا متفق معاها على الحوار ده تعمله معاك عشان اسمع ردك بودني، وبصراحه ردك عجبني وكبرت في نظري. عارف يا كريم لو كنت قلت حاجه تانية والله خلاص عشان طلع جدع. طب يا عم الحمد لله عشان تصدق بس ان انا بحبها بجد ومش عايز العب بيها. بس بصراحه فكره حلوه. عجبتك ها؟ الحمد لله. وانت عشان راجل جدع ان شاء الله اول ما تاخد الشهاده الكبيره تعالى واطلب ايد سلمى. سلمى؟ مريم. مريم يلا اطلع لفوق. يلا لما يتخرج. الله العظيم. تعالش مني. بقول لك ايه؟ على الله بعد 3 سنين ما تجيش تتقدم. 3 سنين ويوم. يلا يلا يلا. شموسه شموسه. ايه ايه؟ بقول لك ايه؟ يحيى وافق ان كيمو يجي يخطبني بعد 3 سنين، انا فيها هموت. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. بصراحه يا ابله طلع كلامك صح، والخطه اللي انت قلتها لي عملتها ونجحت، وهو طلع راجل مجدع وانا سامحت. طب الحمد لله. خلاص هدينا دلوقتي نشوف امتحاناتنا بقى ومذاكرتنا ولا ايه؟ بس انت يعني شكلك متغير. اه يعني هاديه بزياده كده. يعني عشان الترجمه دي
حقيقي صعبة قوي، بس يعني التركيز فيها بيحتاج جهد. صعب الترجمة برضو ولا سفر أستاذ هشام ولا صعب؟ بعد اذنكم مش عايزه اتكلم في الموضوع. لا بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها كده اهو، انت اللي معوداه ان احنا نحكي بعض كل حاجه. اوه وان بيج فاميلي. طبعا فاميلي. ايه يعني عايزين تعرفوا ايه؟ الجميل زعلان ليه؟ يعني بمنتهى البساطه كده، انا بخاف قوي وبزعل لما الناس اللي انا بحبهم يسيبوني ويمشوا. ده اعتراف انك بتحبي هشام. ها بص يا عبد، هو لو بيحبك هيرجع، وانا واثق ان هو بيحبك وان شاء الله هيرجع. وفي مثل قديم بيقول لك ايه، اذا احببت شيئا كثيرا فاطلق سراحه، لو رجع لك ملكك يا معلم. بصي يا شموسه، ده المدرس بتاعي قبل ما يبقى ابن خالك، انا عارفاه كويس. اه والله، بصي اول ما افتح معاه موضوعك كده يعني تلمع كده ومليانه حب ويعني جميله جدا. طب والنبي بيحب، والنبي بيحب، والنعمة بيحب. خلاص خلاص بقى. طب بتحكي. طيب ممكن بقى تسيبوني عشان أركز وخلص، أنا لازم أسلمه. خلاص حاضر 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 حاضر، من غير ما تتقمص. خلاص يلا بينا مريوم يلا. بس بقول لك إيه، ممكن دقيقة واحدة بس على الطريق، طلب صندوق قد كده أهو. عايز إيه؟ وأنا خلاص اتعودت على المحاماة والمكتب والحياة يعني، فبصراحة يعني انت عارفه طبعا استاذ راتب النيابه قبضت عليه وخلاص مفيش مكتب، فكنت عايز اطلب منك طلب. معلش لو ينفع تكلميني استاذ اسلام اشتغل معاه يبقى زي الفل. مش هينفع يا يحيى، انا اسفه جدا مش هقدر اكلم الاستاذ اسلام، بس ممكن اكلم لك الاستاذ احساني، ايه رايك؟ اي حاجه. ايوه كده، انا عامله حسابي على كده يا حبيبي، ما تقلقش. ربنا يبارك لك والله العظيم، ابدعي لك يا رب هشام يرجع ويا رب ربنا يكرمك. بس سيبوني في حالي بقى امشي. خلاص خلاص يلا. محتاجه اللاب؟ لو عوزتي شاي قهوة ده على طول. ميرسي يا يحيى. تعبة نفسك. صباح الخير يا نور عيني. صباح الفل يا حبيبتي. تسلمي لي. اشربي الشاي وكلي لقمة بقى. تسلمي ايديكي. وانا وصيت العيال مفيش حد فيهم يقلقك ولا يعمل دوشه عشان تشتغلي براحتك. ربنا يخليك يا ست الكل، صباحك فل. ربنا معاكي حبيبتي. ميرسي يا ماما. صباح ادعيلي. وريني عملتي ايه؟ دول اللي فاضلين لي كتير قوي يا شموسه. لا خلاص، برافو عليكي برافو عليكي، شدي حيلك. عوزتي حاجه قولي لي. ها تسلمي لي يا حبيبي. اهداء من المترجمه بلا ابي، علمتني كل حاجه حلوه، علمتني الحياة، ماما صباح، سلمى، يحيى، مريم، هشام، عندي 4 ملايكة بحبهم، بحس انهم بيحموني. بقوا 5 لما قبلتك، شمس الصغير، أمل في حياتي. هشام ازيك، اخبارك ايه؟ يا رب تبقى كويس. أنا لسه دلوقتي مخلصة الكتاب، ولسه آخر كلمة كاتباها وماضية،
حبيت تكون انت والواحد يعرف الخبر ده. اوكي يا ريت تكلمني وتطمني عليك. شمس ليسانس وناجحه جدا في شغلك الجديد. قادر كريم ينصفك في القضيه يا شمس يا بنتي. يا رب يا رب يا ماما صباح يا رب. ايه الجمال ده؟ يجنن يا شمس واسمك منور كده عليه. مبروك يا شموسه. انا هقول لكل اصحابي يشتروا. ايوه قروا الاهداء بقى. ماما صباح ربنا عوضني بيكي عن امي. انت اجمل حد في حياتي. يا حبيبتي انت اجمل حد. ربنا يخليك يا حبيبتي. سلمى ابو يا مالي. الف مبروك فيك. اجمل واشقى واجدع اخويا يا شمس. ايوه انت مبروك يا شمس. مبروك يا شمس. ميرسي. وشمس الصغير كمان خيانه. بتاكلوا من غيري صح؟ ناكل ايه؟ ناكل ايه؟ ما ملمومين وكيس يبقى فيه اكل. لا دي شمس كتبها الطبع وعامله لنا كلنا اهداء. بص كده واسمك كمان اهو. خد نسختك اتفضل. ايه ده؟ طب ابله معلش يعني ممكن تاخدي الكتاب وتديني ثمنه ناشف انزل اجيب ماما. طب تصدق بقى انت بالذات هتدفع لي ثمن عشان قلت كده. لا والله ربنا يبارك لك يا ابله. ايه ده؟ انت كاتبه اهداء كمان لعم رضا الله يرحمه؟ ياه بالعقبالي ما عمل كتاب كده اهو. منك اتعلمت ان الله محب. الله يرحمه. الله يرحمه. يحيى ازيك؟ ازيك يا نسا ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ تمام. يحيى فاكر لما قلت لي انك هتتغير انا قلت لك لو لاحظت التغيير ده هقول لك؟ يعني باين حاجة زي كده. عامة يا يحيى انا ملاحظة فعلا التغيير ده. بجد انت مش يحيى اللي انا اعرفه. انا مبسوطة قوي عشانك. بس كده مبسوطة عشان طب يا ست شجعة انبساطك. السلام عليكم. طب ثانية طب انت عايزني اقولك ايه يعني دلوقتي؟ تقولي لي ايه؟ هو فيها ايه؟ انت مش حاسة بيا خالص؟ هو انت يا بنت الناس مش قلتي لي قبل كده ان لو اتغيرت هتفكري فيا؟ وديكي بتقول اني اتغيرت يبقى في ايه بقى؟ ايوه ماشي انا قلت كده بس انا دلوقتي مش بفكر في حاجه يا يحيى غير في النتيجه والتنسيق. بس والله اوعدك لو فكرت في حاجه ثالثه هتبقى انت. ثالثه؟ لا ما تعبيش نفسك. وليتك جدي عضلات مخك وتفكري وبتاع. لا لا خلاص خلاص. بصي يا بنت الناس انا هتوكل على الله واخده بسالي. سالي مين دي ان شاء الله؟ فتاه عرفتها جديد. لا بقول لك انت تنسى البت دي خالص. انت اول ما تتخرج هتيجي تقدم لي. انت فاهم الكلام ده ولا لا؟ حاضر. انت رايح فين دلوقتي؟ الشغل. وساري هناك طبعا. أوه. طب اتفضل عشان هوصلك. ماشي. امشي. وحشتيني جدا جدا يا فريده. لو كنت وحشتك كنت سالتي عني. غصب عني والله ما تزعليش مني. انت مش تصوريش انا متهوله قد ايه ما بين الجامعه والبيت وماما صباح والاولاد. والترجمه. ايه ده؟ انت لحقتي تعرفي؟ طبعا. امال انا جايه ليه النهارده؟ اتفضلي. لا مش معقول. اشتريتي الكتاب؟ بتنفعيني يعني؟ اكتبي لي اهداء. هاتي بوسه. حبيبتي. ما انا الوحيده اللي اسمي مش مكتوب في الكتاب بتاعك. يا سلام. ده انتي سر. سر الكتاب. انت المعالجه الدكتوره صاحبتي. عشان تعرفي الفرق بيني وبينك انا كتبت حاجه الفتره اللي فاتت وكتبت اسمك. كتبتي حاجه عني انا؟ ايوه. كتبتي ايه؟ كتبت بحث ونشرته في مجلات علميه مهمه جدا
البحث ده بقى فيه تشابتر كامل عنك وعن تجربتك مع الوسواس القهري. مش معقولة يا فريدة. ما عندكيش فكرة عن كم الدكاترة اللي تواصلوا معي عشان يسألوا عن تجربتك دي وإزاي اتغلبتي على الوسواس القهري. مرسي قوي، انتي بتعرفيش كلامك ده بالنسبة لي ايه. بجد انا مبسوطة قوي. يا ستي انتي قوية بس ما انتيش عارفة. وعارفة اكتر حاجة نفعتك ايه؟ الازمات اللي تعرضت لها. عندك حق. انتي عارفة انا اكتشفت بعد كل اللي مريت بيه ده ان انا فعلا قوية جدا. طول الوقت عايشة خايفة وقلقانة وافكار بتسيطر عليا، مش مسؤولة عن حاجة، معتمدة على بابا الله يرحمه في كل حاجة. لكن بعد كده ولما دخلت التجربة لقيت نفسي ان انا فعلا، لا ده انا قوية وبتحمل مسؤولية. هو ده اللي اداني الدفعة. بس في حاجة حاسمة في التجربة بتاعتك، الطاقة الإيجابية اللي بعتها لك هشام. فكرة شغل الترجمة دي فكرة عبقرية. أنا حسيت إنك توحدتي مع بطلة الكتاب بتاعك. ده حقيقي. أنا عايزة أقول لك إن الكتاب ده فادني جدا. أنا كمان فادني كمان عشان أسيطر أكتر على الوسواس. التحقق بيعمل المعجزات بجد. حقيقي. دلوقتي أقدر أقول وضميري مستريح إنك تخلصتي من معظم مخاوفك. الحمد لله، البركة فيك يا فريدة، الحمد لله. بس أنا ساعات بالذات الأسبوع ده في أفكار كده بتجيلي، لأن القضية بتاعت بابا خلاص الأسبوع اللي جاي. يعني مش عارفة ليه بيحصل كده، يعني بخاف إن أنا أروح المحكمة يحصل زي ما حصل المرة الأولانية. لا ما تخافيش، روحي المحكمة واجهي خوفك، واللي أنت فيه ده اسمه قلق، والقلق مشروع. مش هسيب نفسي القلق. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على القضية رقم 3524 لسنة 2014 والمتهم فيها نور الدين فرحات عبد العزيز بالتورط في قضايا استغلال نفوذ وكسب غير مشروع، حكمت المحكمة. لا شمس بترد ولا يحيى كمان بيرد. ممكن تبقى يعني شمس خسرت القضية بعد الشر. فلا الله ولا فالك يا بنتي، تلاقيهم جوه المحكمة ومش قادرين يتكلموا. أنا بس خايفة على شمس قوي من الصبح أصلا، وهي بتفكر ما تروحش، عمالة تقول أنا حاسة إن أنا لو رحت هخسر القضية. ربنا يسوقكم بالسلام يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تزعليش يا بنتي، أنت عملتي اللي عليكي، ما تضايقيش نفسك. إحنا كسبنا القضية. مبروك يا شمس، مبروك يا بنتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يرحمك يا شمس. انت تقدري تدعي لأنكل نور الدين الله يرحمه كتير كتير كتير، تقدري كمان بفلوسك تعملي حاجات كتير قوي للغلابه. ايوه ايوه انا عامله حسابي على كده. انا الفتره اللي فاتت قريت جمله عجبتني قوي وتاثرت بيها، اللي واحد من جنوب افريقيا بيرعى الايتام بيقول ان تكون عظيما ان تساعد انسان، وعندما يكون هذا الانسان طفلا. لا مؤاخذه يعني، معلش تاني بقى بس بالعربي المره دي. يعني لما تقدري تساعدي طفل طفل مرمي في الشارع بيضر نفسه وبيضر المجتمع، تقدري تساعديه وتاخدي بايديه ويبقى فعلا راجل عظيم، هتبقي انت جزء من العظمه دي. اه تمام اوكي. انا كنت نادره لو كسبنا القضيه، نفسي قوي اعمل توسع كده في البيت واخد الجنينه واعمل فيها دار لاطفال الشوارع. لا ساعتها هينفع شمس يجي يعيش معايا، وهبقى مش ام لشمس بس، هبقى ام ليه هو لكل اصحابه. ربنا يبارك لك يا ربي. احنا ممكن نعمل ده، هياخد مننا شويه وقت، وهندير الدار ده من البيت انا وانتي
وطبعا كلكم هتساعدوني. وحتى عم ربيع فكرت ان هو ممسك الامن، ورمضان ممكن يبقى مسؤول عن الاكل، هنقدر نعمل حاجه كويسه بجد. اموا اتوا يعني لو حضرتك بقى نجحت جبت لنا كده تقدير جيد ممتاز، ممكن بقى ساعتها اروح متنزله لك على شقه عم رضا الله يرحمه وتفتح فيها مكتب محاماه. ايوه بقى ايوه يا يحيى. ربنا يبارك لك ويسعدك واقول لك ايه بس يا رب. والله يا اختي كده اكتب عليها مكتب محاماه يحيى سعد. الله الله مبروك يا شمس، الف مبروك. ربنا يسعدك ويزيدك من نعيم، طول عمرك بتفكري في الناس. ربنا يرحم ابويا ويغفر لي. الله يرحمه. مع السلامة يا مدام شمس، هنشوفك تاني أكيد. وحشنا يا مدام شمس. مع السلامة. سلام يا شمس الشموس، ما تقطعيش بينا. باي باي. باي مع السلامة. طمنينا عليك دايما. يبقى تعالى كل البيت مش هيبقى له طعم من غيرك يا شمس. وحشني قوي يا شمس. انا دايما معاك. وفي ايه؟ يلا حبيبتي الشنط سبقت على البيت. خلوا بالكم من نفسكم يا ولاد. يا ليش خلي بالك بس. اوعوا تزعلوا مع بعض، خلي بالك يا يحيى اخواتك. راجل البيت. لا اله الا الله. خلي بالك من نفسك. ايه ده خلي بالك منها. يا اب منور دايما. يا اهلا يا اهلا. الف حمد وشكر ليك يا رب. الف حمد وشكر ليك. الحمد لله يا بنتي كل حاجتك رجعت لك تاني. الحمد لله ربنا ما يحرمك من بيتك ابدا ويزيدك من نعيم ويا شمس يا بنتي. طيب الله يعافيك. أهلا يا محمد. شفتك كل حمد لله على سلامتك. ازيك يا محمد؟ سلام نورت بالليل. الله يخليك. الحمد لله يا اصحاب. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ازيك يا محمد؟ وانتوا اللي منورين ودايما. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله بخير. سلام. وحشنا البيت يا شمس. افرحي يا بنتي، افرحي يا حبيبتي. الحمد لله. Thank you.
يلا يا بنات محمد يلا نشيل النايلون ده ونرجع البيت زي ما كان واحسن. انسر ماشين هشام، ازيك يا هشام؟ اخبارك ايه؟ على فكره انا حصل لي حاجات كتير كويسه قوي، كان نفسي تكون معايا بس انت دايما معايا. يا رب تبقى كويس. انا كلمتك كتير، يا ريت تبقى تكلم، وبجد وحشتني شمس. شموسه يا نور عيني. اي قلبي. يلا يا حبيبتي ننزل تحت، في مفاجاه مستنياكي. مفاجاه ايه؟ لا ما تبقاش مفاجاه لو قلت لك، ده انت هتغمي عينيكي ومش هتفتحيهم غير تحت. لا بجد مفاجاه ايه؟ يلا حبيبتي هتشوفيها تحت. يلا يا عينيا. غمي؟ غمي عينيكي. لا بجد قولي لي بقى ايه المفاجاه؟ المفاجأة دي عاملينها لك جيراني وشبرا كلها وأحفادي وكل الناس اللي بيحبوكي من قلبهم بجد. طب أفتح؟ يلا فتحي. I'm not afraid to die.
مش معقول، انت جيت امتى؟ الحمد لله على السلامه. لسه جاي من كام يوم. الحمد لله على السلامه. ايه المفاجاه دي؟ حبايبي زيكم، اهلا اهلا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازاي؟ اهلا اهلا هشام، ده انا قاعده بكلمك، انت جيت امتى وازاي ما تقوليش؟ بقالي كام يوم بس. معقول يا هشام؟ بقالك هنا كذا يوم وما بتكلمنيش؟ ده انا كلمتك كتير قوي، لسه اخرهم من شويه. يعني كنت بتقل. يا سلام. لا والله، بس انا كنت بجد مشغول معاهم قوي، حتى اساليهم. كان مشغول معاكم؟ بس احنا حاضرين لك مفاجاه بقى. مفاجاه ايه اكتر من كده؟ المنحه بتاعتي عملتها عن التنميه البشريه عن طريق الموسيقى وتخصص الاطفال، واول بروجكت عملته مع اطفال الملجا. الدار الدار الدار. مبروك، برافو عليك، هايل يا هشام. وكمان عاملين لك اغنيه ليكي مخصوص، مفاجاه كمان. ميرسي ميرسي يا ولاد. يلا انتي وحشيني. يلا طيروا تعملوا التطوير بره. على فكرة، انت تيجي معايا باريس. ان شاء الله. هنشوف، هنتفق مع بعض. انا حجزت لك خلاص اوريدي. يلا. يلا يلا. تعالي هنا تعالي هنا. تعالي هنا تعالي هنا. اسمع كده. تعالي هنا. تعالي هنا. فين الصغنون الحلو ده؟ اهو. يا شمس.